بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحل عنا. مين قال ما في حل؟ لما في إرادة في حل، ودايم مهم إنه القطاع الخاص يشارك بالاقتصاد، اقتصاد البلد مع القطاع العام، مع مجتمع اليوم بحاجة لحلول، لأنه الواقع معروف، كل الأفكار موجودة، كل الناس عارفة شو هي الحلول، ولكن على الخبراء وعلى المعنيين يدلون عليها ويقولوا هيدي الطريق الأسهل حتى الكل يكون مرتاح. فالقطاع الخاص لعب دور كتير كبير قبل الأزمة وخلال الأزمة وحاليا، وحاضر دايما بأفكاره يطرح حلول على كافة المعنيين. من هيك تجمع رجال الأعمال اللبنانيين كان عندهم زيارات بدأت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، التقوا بعشرين نائب من كل الكتل النيابية، التقوا بمعالي الوزراء المعنيين مع حاكم مصرف لبنان، وطبعا بكرة عندهم اجتماع مع جمعية المصارف مع رئيسها الجديد الأستاذ سليم سفير. أنا بسرني كتير اليوم أني استضيف رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الأستاذ فؤاد رحمي حتى معه نشوف الواقع نوصفه، خصوصا أنه فخامة الرئيس وقع على الموازنة، صارت بدنا نقول قيد التطبيق، ولكن هذه الموازنة هل هي بالفعل ما بيقدر عليها المواطن اللبناني؟ هل هي بالفعل عليها ضرائب كثيرة؟ هل في حلول ولا ما في حلول؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا، ميرسي ست. طبعا دايما ننطر موازنة، بس بالموازنة المواطن ما بيشوف إلا الضريبة، بيشوف ضرائب، ما بيشوف شيء ثاني. اليوم كيف بتوصف لنا الوضع؟ ليه وصلنا لهون مع عجز دائم؟ بقدر نحكي عن الفوائد كمان يلي اليوم كثير عم بتضايق المواطنين، وبالتالي وين واصلين استاذ فؤاد بنظر تجمع رجال الاعمال اللبنانيين كقطاع خاص فاعل في البلد؟ تنوصف الوضع، الوضع كثير صعب، يعني اي شخص بيقول انه الوضع اليوم هو مرحله، لا، الوضع صعب ونحن على مفترق طريق. بس قبل ما نبلش لازم نتذكر هيدي الشغله، لبنان بلد غني، لبنان منه معدوم، لبنان عنده القدرات يطلع من أي أزمة، لبنان مرق بأزمات أصعب وطلع، لبنان اليوم عنده سوء إدارة، القيمين على القرارات بلبنان وبالأخص القرارات الاقتصادية، وعم بعني فيهم الوزراء والنواب يلي عم بياخدوا القرارات، ما عم بيعرفوا يديروا البلد. هلأ ما بيعرفوا، ما بدون، ما حبين نحكي فيها، بس الأساس النتيجة يلي شايفينه اليوم، اللي شايفينه اليوم هو ركود اقتصادي بل تراجع اقتصادي. بس ما معناتها أنه نحن صرنا على شفير الهوي، نحن بمرحلة كتير صعبة، شركات القطاع الخاص كتير عم تتعذب، مالية الدولة ما عم تتنظم، وهيدي كنا منتظرين، كلنا حاطين أمالنا أنه خلال اكزرسيس الموازنة يلي رح ينعمل، خاصة أنه كان في حوافز للموازنة، يعني جاي حدا يقول لك رح أعطيك 11 مليار إذا بتعمل إصلاح، وهول 11 مليار نحن عايزينهم. ما لازم الناس تفكر أنه هول 11 مليار يعني سادر، هن دين إضافة تيحملوها علينا تحدا بده يشتري البلد، لا، بلشت المشكل، بلش المشكل بأواخر إذا بدك صوب 2010-2011، بلشت البنية التحتية تبعنا، يعني طرقاتنا، انترنت تبعنا، الكهرباء تبعنا، المطار، البور، لأنه تأخرنا كتير بفعل الحرب. شو صار؟ تأخرنا، صار ما بقى فينا نعمل نمو، ما مش بس بسبب الحرب، بسبب تاني أنه ما صرفنا عليها. البنية التحتية بحاجة دايما لصرف، لصيانة. دونك شو صار؟ البنية التحتية وقفت، ما عاد فيها تستوعب اقتصادنا، تباطأ النمو، تباطؤ النمو صار يخلي الدين العام يزيد أكثر بوتيرة أسرع من النمو، وصلنا على مرحلة صار في صعوبة، وصرنا دخلنا بوضع لا نمو بالاقتصاد. اجت من بعدها دغري لو سمحتي مشكلة سلسلة التدريب والرواتب، هيدي لازم بالأول كلنا نفهم أنه أكيد موظف الدولة له حقوق، وهيدي اقتطعت من رواتبه اساسا، يعني لا مش هالقد، لا ما بدنا نضيع، لا هيدي المزايدات بالشارع شيء والحقيقه شيء. طيب خلينا نقول الحقيقه، هذا الشخص هذا شخص كان يشتغل موظف الدوله، كان يشتغل بالدوله، خلوه 10 سنين بلا اي زوده، رغم كل شيء اجى غلى معيشي. هلا ليش خلوه هيك؟ لانه كان بدهم يتجنبوا ما يقال بالعجز. ولكن تناسوا اهم مشكل، هذا الموظف
لأنه في بيناتهم كفؤين، ما بدنا نجي هيك بلغة شعبوية إنه كل الموظفين دولي ما بيشتغلوا. لا لو ما في عنا موظفين عم يشتغلوا ما كان دولي بعد قائم. في ناس بيشتغلوا كتير منيح وبيشتغلوا كتير 100% وبحييهم دايور، وإن في من بيناتهم ناس أصحابي كتير وأنا بعرف شو شغلهم، علاقتنا مباشرة معهم دايما، وفي منهم أكيد ما بيشتغلوا. بس المشكل الأساسي هو حجم الدولة، مش مشكل إنه نزد له لهالموظف اللي عم بيشتغل. المشكل إنه في موظفين أخذناهن مش بمحلهم وما عايزينهم، وفي عدد هائل من الموظفين عنا إياهن ما عم نعرف نديرهن. شو هيدي أدت؟ أدت لكتلة كبيرة، يا هي تقريبا 2200 مليار. هني بلشت الفكرة كانت 75 مليار. نعم. بس بدنا نزيد لهيدا وبدنا نزيد لهيدا وبدنا نمرق ليش هيدي اجت من وين؟ اجت من التركيبة السياسية بلبنان. التركيبة السياسية بلبنان هي تركيبة طائفية زبائنية. كان قبل بما انه ما بنزيد لهم معاشاتهم للموظفين الدولي، انا بدي اعمل زعيم وظف ناس بالدولة هيك شو معاشهم، بصير الموظف الدولي بخدمة الزعيم مش بخدمة الناس. وشو بيأمل وهذا اللي صاير اليوم بالإدارة؟ اليوم عم نشتغل سياسة مش عم نشتغل إدارة. شو بيأمل لي هذا؟ بيأمل لي انه بين عائلته والمنتفعين حواليه صار عندي زباين بيأمنوا انه يرجعوا ينتخبولي. نعم. الزعامة اليوم بلبنان زعامة خدماتية محاصصتية. يعني أسوأ شيء ممكن، ما في كفاءة. هيدي الكفاءة مبدأ الكفاءة غير موجود. لو كان موجود كانوا كل يلي تقدموا على الخدمة المدنية، واللي اليوم المشكلة الحالية صحيح. كانوا لأنه هني راعوا الخدمة المدنية بناء على طلب الدولة بحاجة لدم جديد لهالوظائف، هي نجحوا بكفاءة لليوم بعد ما توظفوا. يعني هيدا دليل حسي ودليل واقع اليوم. هو كان الغلط اللي دعاهن. يعني ما فينا نجي نورط الناس، بس ما فينا نلومهم هن كمان. ايه أبدا ما فينا نورط الناس وبعدين نقول لهم لا ما فينا. أساسا وقت كبر حجم الدولة هالقد صار عنا مشكل. قبل ما فوت بتفاصيلها اسمحيني بس وصف لك بعد شو هو الوضع الصعب، ليش الناس هلأ تعباني. يمكن وضع السيولة بين الناس، ما وضع الصرف جاي من ارتفاع نسب الفوائد. ايه مزبوط، هاي بدنا نفهمها 100%. ارتفاع نسب الفوائد بتودي على انعدام الاستثمارات وانعدام القدرة للشركات للاستدانة وتسديد الدين. هايدي بتحارب اوتوماتيكمو نمو، خلص ما بقى في نمو. ليش اجت هايدي؟ اليوم بس الدولة بتصرف أكثر ما بتجبي وبيصير في تراكم بالعجز وبيصير في ارتفاع بالعجز، بيصير في ضغط على العملة. ليش؟ لأنه الدولة ما فيها ما تدفع، دونك بدها تدخ سيولة تنرجع نستوعب السيولة، تما هالسيولة تحول لدولار تنحمي النقد الوطني. شو بيصير؟ مجبورين نعلي الفوائد. قبل كانت تصير على الليرة اللبنانية ما كنا نتأثر، يعني قبل بس احكيكي بسنوات الثمانين والتسعينات ما كنا نتأثر بس تطلع الفايدة على اللبناني، لأنه فجأة شوي شوي صرنا عن الدولار. مزبوط. يعني صاروا الشركات تدينوا بالدولار، وثبتوا الدولار لوقت كتير، صار اقتصادنا مدولار. انت مدام ريبيكا ذكريني شغلي واحدة بتفعية باللبناني أبدا. بتروح على السوبر ماركت بتخبريني دفعتي هالقد بالدولار، تليفونك بالدولار، استأجري بيت بالدولار. نحن مدولرين صفينا. ليش دولارنا؟ لأنه كان انتقلوا الشركات الخاصة بدل ما يتدينوا باللبناني بالفوائد العالية صاروا يتدينوا بالدولار ويسعروا ويبيعوا بالدولار. نحنا ما كنا نتأثر بس ترتفع فايدة الليرة اللبناني. صحيح. ولكن عنا مشكل تاني ما عم نشوفه، هو عجز ميزان المدفوعات. هذا العجز ميزان المدفوعات شو يعني؟ نقص اللي عنا إياه نحنا بالدولارات جاي من عجز ميزان التجاري. عزم يعني نحن نستورد أكثر بكتير ما بنورد. بس للفكرة هيك نحن نستورد بعشرين مليار بنورد بثلاثة مليار، دونك كل سنة لازم يظهر من عنا 17 مليار. وما بدنا نضيع بالتفكير. المشكل ما جاي من التياب اللي بنشتريهم والسيارة، بس ما فينا كمان هون نعمل يعني المغتربين كمان يلي كانوا يبعتوا ويغطوا هلأني نقص كمان مش كتير، لأنه حسب ما قريت اليوم والبنك الدولي عم بيقول رح يفيق الريميتنس يعني المصريات اللي بتجي من المغتربين رح تفيق 7.5 مليار. كان يجينا 8 مليار. المشكل أنه بالبلدان يلي هني موجودين صار في ركود اقتصادي، ما طلعت 8 للعشرة بس هني بعضهم بيبعتوا لعيالهم وعم بيجربوا يأمنوا. يعني نحن عنا مدخول من هني، ولكن لازم نعرف منين جاي العجز التجاري. العجز التجاري جاي من بندين، واحد اسمه البترول ومشتقاته النفط، تاني اسمه الدواء.
مزبوط. هودي بيمثلوا أكثر من 50%. صحيح. البقوة الكماليات والتياب والغراض ونجيبهم وسيارات واتسارات دكور فيه، بس المشكل تبعنا هون. أنا عرفت بأحد اجتماعاتنا وخاصة مع نائب رئيس الوزراء يلي هو كان وزير الصحة، نعم، إنه حطوا خطة، أستاذ غسان حسباني، حطوا خطة لتخفيض الدواء، فاتورة الدواء، وبيظهر إنه الوزير الحالي مكفى بهذه الخطة، وفينا يعني نبشر العالم إنه رح تجي خطة مزبوطة لتخفيض سعر الدواء وبالتالي تخفيض العجز التجاري. ما دقوا بالنفط، ما بنسأل حالنا ليش؟ لأنه النفط بيمول الأحزاب. هيدا الموضوع، هيدا الطريقة. معقولة إنه لبنان ما بيقدر يعمل ولا اتفاقية باستيراد نفط ومشتقاته؟ بس كان عمل مع سوناركو الجزائر، بتتذكر الوقف؟ بس قديش كان ريح بفترة من الفترات؟ ليش في وسيط؟ طب ليه هيدا؟ ليه نحن ما بنعرف نشتري نفطنا باتفاقيات مع الدول؟ وهلا نحن ناطرين النفط عنا كمان، إن شاء الله يجي. ما بعرف إذا مأخرين. عنا فاصل، متابع معك أستاذ فؤاد رحمي بالحلول. تابع مع الأستاذ فؤاد رحمي رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين. أستاذ فؤاد، وصفنا الوضع، أعطيت كتير أفكار بموضوع ليه طلعت الفوائد على الليرة اللبنانية، ولكن كمان المواطن بحب يعرف ليه طلعت على الدولار. إذا كنا عم نحكي عن العجز التجاري، صفينا بحاجة نحن لدولار. إذا نحن بحاجة لاستقطاب دولارات على لبنان، صرنا اضطرينا نعلي الفايدة على دولارات بلبنان. هيدي أثرت ديركتومو ومباشرة على استدانة الشركات، لأنه الشركات متدينة بالدولار، ارتفعت الفايدة عليها، زادوا كلفة، وبنفس الوقت أثرت على غير موضوع وقف الاستثمار بلبنان. 100%. ليه أنا بدي استثمر بلبنان بشركة وأخذ ريسك وعمر بناية وبيعها بالوقت اللي إذا بحطهم بالبنك بيعطوني 13.5%؟ يلي عمروا بنايات لا قادرين يردوا للبنك ولا قادرين يبيعوها. هيدا عباب المستريح، بروح على البنك بحط المصريات بعمل 13%. إذن هيدي خلقت انعدام النمو وركود اقتصادي. شو الدواء؟ الدواء بدنا نعالج. شو الحل؟ كيف بدنا نعالج هالعجزين؟ بنبلش أول شيء نعالج عجز الموازنة. بعجز الموازنة جاي العجز الموازنة من 4 شابيتر. الكهرباء، كلفة الدولة يعني المعاشات والرواتب وكلفة الدولة، استثمارات الدولة بالبنية التحتية، وكلفة الدين. هودي مصاريف الدولة. طيب الكهرباء أقروا الخطة، فيك تفسري لي وفي حدا يفسر لنا شو ناطرين ما بعينه رئيس مجلس إدارة للكهرباء وما بعينه هيئة ناظمة؟ إنه هاي ما بيصير، العالم كله ناطرنا، المصريات مأمنين تنعمل الخطة، بعدنا نحن ما عم نجتمع 100%. لأنه هيدي شغلة فيش مطلوب يصير بأقرب وقت تعيين مجلس إدارة كهرباء وهيئة ناظمة، وبين هلالين بدون تفريغ الهيئة الناظمة من صلاحياتها، لأنه في كمان محاولة هلا لتفريغ الهيئة الناظمة من صلاحياتها. الهيئة الناظمة بدها تضلها هيئة ناظمة، بدها تكون مستقلة. بالنسبة لكلفة الفونكشنمون تبع الدولة، نعم، كيف يعني المعاشات والإدارة والكل، هيدي طوعا الشباب ما بيقدروا يعملوا شيء، لانه هني ركبوا زعامتهم عليها. صحيح. ما بيقدروا ياخذوا ولا اجراء، شفناهم اذا بدهم ياخذوا اي الا اجراء بخافوا قال بينزلوا على الشارع وبيعملوا ضغط، لانه ما لانه يلي لقي الشغل ما رح نجي نقول له بلا ضحى، لانه الدوله اخذت قرار انت ودخلت على شغلك بعد تاريخ 17 2017. هون في حل. شو الحل؟ في حل، لانه مش بس عم ندفع غالي، لازم تعرفوا بالاول انه هيدي بتكلفنا 8 مليار من اصل 11 مليار اللي بتشبيها الدولي. نعم. بتكلفنا 8 مليار. بس اذا لمينا بين هلالين الضرايب بس 8 مليار بتضلها كتير عاليه لو لمينا كل الضرايب. لا حتى ولو لمينا كل الضرايب بتعمل 50 مليار، يعني على الاقل صرنا 50%. اذا لمينا 16 مليار اللي نحن بنلم 11، تصور اذا لمينا 16 بعدها 8 مليار. كلفه هائله، ما في ولا بلد بالعالم هيك. نعم. هن بيقولوا 39%، بس اذا بنطلع فيها اكثر هي فوق ال 50%. طيب اذا هيدي كيف بدنا نحلها؟ خاصه والاهم يلي نحن بننساه انه الخدمه مش منيحه، مش موجود. يعني انا بدفع هالدفع شرط تعطوني خدمه مثل اللازم. صحيح. اي انسان منا عنده معامله مع الدوله بيعطى الهم.
ايه عم نرجع نلجا عم نرجع للقطاع الخاص اللي هو ام تي على اللي بون بوست لانه هن عم بيقوموا مكان الدوله اليوم. اي شغله بدك اياها من الدوله مشكل دونك الخدمه مش الكهرباء مقدمين شو الحل خدمات. شو الحل؟ في 90 مؤسسة خدماتية بلبنان منهم المستشفيات منهم أجيرو لازم ينتقلوا اليوم قبل بكرة للقطاع الخاص. يعني مش إشراق القطاع الخاص لا القطاع العام، الخدمة انتقال الخدمة إلى القطاع الخاص إلى القطاع الخاص. هيدي غير المشاريع الاستثمارية اللي بدها تنعمل ضمن البي بي بي دونك المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام. في خدمة ما عم تتأمن بلبنان وعم ندفعها يعني وعم ندفعها غالي. والقوة القطاع الخاص بالنسبة للقطاع القطاع الخاص بالنسبة للقطاع العام انه القطاع الخاص ميزانه هو الإنتاجية صحيح والكفاءة دونك رح يغربلهم للشباب المنيح اكيد يعني رح يضلوا يعني برايك الموظفين بينتقلوا مع نعم القطاع نعم وبيتغربلوا بيتغربلوا. هلا بنشوف ايامهم طبعا قبل ما حدا يزعل لازم يكون في قوانين صارمه تما يصير في مونوبول. بس مين بده يراقب هالقوانين ونعرف بلبنان شو عم بيصير يا استاذ فؤاد؟ اذا ما في قضاء بلبنان وما في اجهزه رقابيه بلبنان كل اللي عم نعمله ما له عزم. اولا نحن بنحيي كمان من خلال برنامجك القضاة لانه في قضاة بلبنان ممتازين احكامهم من افضل الاحكام. بس كمان القضاة عم بيخضعوا لضغط سياسي هائل من هيك ابعاد السياسي عن الإدارة لازم استقلالية وعن القضاء هيدي صحيح. وهذه مش نحن عم نقولها أنا وياك لا طائف ذكرها طائف ذكرها هذا بند أساسي بالطائف. طيب دونك إذا أمنا الأجهزة الرقابية وتفعلنا القوانين الحالية أنا ما بدنا نعمل قوانين هالقد صعبة عنا قوانين فعلوها ما بدنا نعمل شيء فعلوها ساعتها فينا ننتقل. مثلا أحد الأشياء اللي فينا نخصصها بكرة الجي اس ام سيلولير لشو بعده للدولة هذا وإذا خليناه بعد رح ينزل سعره وأغلى شيء بالمنطقة وخدمة مش منيحة وخدمة ما منيحة المرافق البور المطار كتير أشياء فينا في 90 مؤسسة فينا نخصصها هودي مش بعدين الخصخصة مش معناتها بيعة الدولة وخلصنا فيها تعمل بروفيت شيرين يعني بتبيعك هذه المؤسسة بس أنت بتدفعي لها مقابل هالشغلة مقابل تعطيها قسم من المدخول دونك أكيد. رح تضل محافظة على المدخول رح تنقص كلفة لأنه ما عندها تحمل الموظفين ورح تفوت مصاري فورا أي مشروع خصخصة وفينا نفوت بالتفاصيل بده حلقة هيدا بيقدر يجيب 10 مليار دولار فورا تعرفي شو يعني 10 مليار دولار فورا أكيد. يعني تخفيض الدين العام 10 مليار يعني توفير على العجز 750 مليون دولار فورا بالسنة أو بلوس بتخفف مصاريف الدولة بحدود الملياري دولار لأنه هو حملتيهم أنت ما عم بيعطوا النتيجة تصوري شو رح يصير بالعجز سادر شو رح يعمل تريبيا سادر جابرنا نعمل بعض الإجراءات مثلا تسكير الصناديق ليش في بعض صناديق في صناديق ما بقى لها دور ليش بعد ما منسكرها انه في اشياء فينا نعملها في بسرعه ما بدها شيء مش انه ما بنعرف نعملها برايك موجوده نعم اسمحي لي بس لا بعد عنا 4 دقائق تريبيان هيدي حدها بنوصل على الاستثمارات نعم الاستثمارات هن قليله انا بس بتفعيل الرقابه فينا نوفر 200 مليون دولار 100% بضل في عنا خدمه الدين وهيدا لب الموضوع خدمة الدين ما فيها تصير ليش هذه الخدمة الدين هي هالقد عالية هي بحدود 6 مليار تقريبا ليش دولار ليش هالقد عالية أولا لحجم الدين ثانيا للفوائد العالية صحيح أنا أكيد ومش هيك رايحين بكرة نشوف رئيس جمعية المصارف رئيس سليم صفير نحن في مبادرة بتقول يا عمي أنتوا المصارف ما فيكم تكونوا بعيدوا عن مجتمعكم أنتوا جزء من المجتمع وفي كونترا سوسيال بيننا وبينكم بهالمستوى الفوائد ما رح فينا نبدلكم المصريات 100% لازم نعمل شيء إذا عملوا مبادرة للمصارف وأخذوا قرار بتخفيض كلفة الدين بيتحملوا قسم منها ولكن طالبوا منهم مصرف لبنان ولكن يحطوا شروط حسية ومبينة على الإصلاحات يعني بتعين رئيس مجلس إدارة الكهرباء بعطيك هالقد بتعين هيئة ناظمة بعطيك هالقد بتنزل حجم موظفينك بعطيك هالقد بتعمل يعني ما بقى بدنا نضحك على الناس لأنه قاعدين عم نضحك نعمل لهم نسب إنه الراسيو رح نصير والناس ما بتق... يعني الناس بتسمع بالأرقام بس ما بتعرف شو بدنا شو نكون حسيين بدنا هيك بتعمل لها هاي بعملها فينا نأمن يلي سميناه نحن بتجمع رجال الأعمال السادر اللبناني يعني فينا نأمن 12 مليار بصفر بالمية المصارف رح تخسر او رح تقلل مدخولها
بحدود المليار دولار، ولكن رح تعوضوا تلقائيا ما توطيوا الفوائد، لانه اكبر كلفه عند المصارف هي شو بتدفعون للمودعين 100%. وساعتها بيرجع بيمشي الاستثمار بلبنان، وبيرجع الناس فيها تستدين وتكبر شغلها، وما في خلاص بلبنان بلا نمو اقتصادنا. هلا بضل في عندنا موضوع اخير هو الايرادات. الضرائب مش ايرادات. اكيد، لانه أكيد. اذا في ركود ما في تسكير. ال 136 معبر تهريب ايرادات. ايرادات 100%. طبعا هذا موضوع كتير كبير، ولكن انا اليوم بتشكر حضورك معنا، لانه اكيد المواطن اللبناني اللي عم بيسمع اليوم كان حابب يعرف هالتفاصيل هذه اللي بيسمعها كافكار كارقام. فاليوم قلنا له شو ابعادها وشو هي الحلول المطروحه على القرار السياسي ان يكون في خدمه الناس. اسمحيني بس كون شوي بعد تقني. هولي خبرتك هون بينزلوا عجزنا من 6 مليار للمليارين ونص. خلينا نقول نحن معناتها بنصير من افضل بلدان العالم. خلينا نقول نحن سادر ليبون، شو لك هو المشروع اليوم اللي عم بيطرحه تجمع رجال الاعمال اللبنانيين حتى نطلع من هالازمه هيدي، اذا كان في اراده سياسيه اولا، حتى كلنا نقول قبل سادر، ومشكورين اكيد بسادر، وهلا عم نعمل استراحات كرمال سادر، خلينا نكون نحن نمسك الموضوع بايدنا ونقول صحيح. قادرين وفي حل، واكيد دائما في حلول مع اللبنانيين، وعلما انه نحن بنعرف شو لازم نعمل. ايه هيدي اهم شيء، هيدي اهم شغله لازم قرار. هلا انا من خلالك قبل ما تنهي لو سمحتي بعد كلمه صغيره، بدعي كل واحد يتحمل المسؤوليه. ايه لو كل انسان يتحمل مسؤوليته اكيد. اللي صوت مسؤول، اللي ما صوت مسؤول، اللي ما بيحاسب زعيمه مسؤول، اللي مستفيد من السيستم مسؤول، اللي بيرتشي مسؤول، اللي بيرشي مسؤول، اللي ساكت مسؤول. بدنا كلنا سوا نتحمل المسؤولية 100%. هيدا بلدنا مش لغيرنا. بعدين لبنان ما بيموت، لا لا على أكيد بيموت. بس ما فينا نضل نقول لبنان ما بيموت، نحن مكتفين. لا صح، هيدا البلد. وعلى كل حال أنا بدي أشكر حضورك معنا أستاذ فؤاد رحمي، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين. طبعا بتمنى على المشاهدين كل يوم استفادوا كتير من هالحلقة هيدي. بدي أعطيكم موعد بكرة، ورح نحتفل سوا أكيد بعيد الجيش اللي هو ضمانة لبنان وهو كرامة لبنان. فإلى اللقاء.